على طريقته الخاصة، كيفاش تردي على كلا الطرفين؟ عجبتني هذه على طريقته الخاصة، ونهزت لك أن تسمح لي هذه على طريقته الخاصة. كل واحد عنده طريقة خاصة يعبر بها على الرأي تاعه، أنا أتقبل كل الآراء. وحبيت نقول لهاد الشباب ولا هاد الناس اللي راهم يديروا في الانتقادات، حبدا ولو تكون انتقادات بناءة، راح تعاونني باش نكون كما نقولوا حنايا في حسن ثقة، وباش نكون في احسن وجه على هاد الوزارة اللي ماهيش سهلة. رانا نهضروا على الثقافة الجزائرية، ماناش نهضروا على حاجة يعني نستهونوا بها. ماذا بيا انايا نقول للمنتقدين اهلا وسهلا مرحبا، راعيوا الظروف، راعيوا الشعور تاع العائله نتاعي، راعيوا الشعور ايضا على اني في حكومه جزائريه، لكن هما راهم يطالبوا بالديمقراطيه وحريه التعبير، ما كان حتى اشكال، ولكن الطريقه ماذا بها تكون يعني مختلفه. رحب بكل هذه الانتقادات، وراح نعمل جاهدا ان شاء الله باه نعت لهم باللي الشباب هذا قادر يعمل اكثر فاكثر. صراحة ما كانش عندي شيء محدد يعني ولا شيء معين. رايحين يقولوا باللي جات من دار النشر، عندها دار النشر راح الفا بريفيليجي الكتاب، لا، انا ليا كل مجالات في الثقافة راهي كل على سواء، وان شاء الله رايحين نعملوا جاهدا. مانيش وحدي اللي راح نعمل، كاين فريق كامل راح يعمل معايا، الاعلام راح يكون معنا ان شاء الله. ودايما دايما دايما جانفيت هادو الناس اللي راهم برا ولا في لي ريزو سوسيو انهم يجيو ويعملوا معانا، على خاطرش حنا قاعدين نعملوا من اجل الجزائر، ودائما نقولها الجزائر في القلب.